دينيز. أنا بلشت أزهق شوي بس أنا بدي مش كثير بعرف أحفظ بس بدي أخبركم نكتة. أم في واحد أحول راح قال له لبيو بدي منك مصاري منك ومن عمي، قال له أوكي بس أنت ليه جاي مع خيك؟ دنيز انا شفتك عم تعطي 100 دولار لاسامه ليتحكي فيه، مزبوط؟ لا مش مزبوط، مش مزبوط، مش مزبوط. ايه يا اسامه؟ اسامه احكي الحق، انا اعطيتك شي 100 دولار؟ لا لا ما اعطيتك معي؟ ما عديتهم. ما عديتهم. ايه دنيز؟ شو؟ عم تفكر اقرا وحده معلش؟ تقريها؟ ايه بالرغم صاري بعرف انه بتحفظه بس انا بدي بالرغم روق شوي وطيب ما بيصير هيك تذكرتيني طب شوية عند احترام للناس يا جماعة خلص طولي بالك دنيز بالرغم من المثل يلي بيقول ما تاخد مصايبك معك على التخت بعد في كثير رجال بيناموا مع نسوانهم الزواج هو الحرب الوحيدة اللي خلالها بتنام مع عدوك ما فهمت شيء. مبرينا مبرينا نكتب الاسباني قالوا لي بتحكي اسباني. شوي صغيرة بس ما بخبر نكت بالاسباني. ما بتعرفي؟ ولا شيء؟ ابدا. هيك هيك؟ ابدا. طب شيء هيك بالاسباني؟ ما في احكي اسباني هلا. بدك احكي اسباني؟ Estoy muy contenta de hacer aquí. Oh. حلوة. Torero. ما بعرف إذا مظبوط عن جد. Eres coreano. عن جد. Estoy muy contenta. Estoy española y lebanesa. Estoy una mujer muy bonita. يعني كثير حلوة أنا. حلوة. Estoy. Estoy يعني. استاي فلامينغو زافي يا دنيز في واحد بباص قاعد بباص يعني شاف وحده هيك لقاها كثير كثير ناصحه يعني شافها هالقد قال لها شو صاروا بحطوا هلا فيلي بباص صاروا على الباصات يعني عم بيركبوا فيلي قالت له ايه لانه هلا هالايامات الباص صار مثل سفينة نوح في فيلة وفي كمان حمير مثلك